مشاهدينا أهلا بكم في بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. جاء فيه: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس الخميس 16 دجنبر الجاري من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية يبلغ من العمر 24 سنة وينشط بمنطقة سلا الجديدة، وقد تم توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابي في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية، كما أنه يأتي تتويجا لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية. وتشير الأبحاث والتحريات الأولية أن المشتبه فيه الموقوف قام بإعداد وتوضيب محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة. وقد أثبتت إجراءات البحث أن المشتبه فيه قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عملية التفتيش المنجزة التي مكنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتي تمت إحالتها على المصالح الأمنية التقنية بغرض إخضاعها للخبرات العلمية الضرورية. وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ملامح وارتباطات هذا المشروع الإرهابي وكذا امتداداته الإقليمية سواء داخل المغرب أو خارجه. وتؤشر هذه العملية الأمنية على أهمية ونجاعة التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية في مجال مكافحة التطرف العنيف وتحييد مخاطر الإرهاب على الصعيد الدولي. مشاهدينا، كيف تبعتيو معنا، تم اعتقال إرهابي خطير بمدينة سلا. وبالنسبة لعد التحقوا بنا، أعيد قراءة بلاغ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بهذا الخصوص، حيث جاء فيه: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس الخميس 16 دجنبر الجاري من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية يبلغ من العمر 24 سنة وينشط بمنطقة سلا الجديدة، وقد تم توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابي في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية، كما أنه يأتي تتويجا لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية. وتشير الأبحاث والتحريات الأولية أن المشتبه فيه الموقوف قام بإعداد وتوظيف محتوى رقمي
يعلن فيه ببيعته للأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة. وقد أثبتت إجراءات البحث أن المشتبه فيه قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عمليات التفتيش المنجزة التي مكنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتي تمت إحالتها على المصالح الأمنية التقنية بغرض إخضاعها للخبرات العلمية الضرورية. وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ملامح وارتباطات هذا المشروع الإرهابي وكذا ارتداداته الإقليمية سواء داخل المغرب أو خارجه. وتؤشر هذه العملية الأمنية على أهمية ونجاعة التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية في مجال مكافحة التطرف العنيف وتحييد مخاطر الإرهاب على الصعيد الدولي. في أمان الله، إلى اللقاء.